ازيكم يا جيش برج السور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السور للرجل الخميس 13 مايو. التجربة هي الحل المثالي والرائع للوصول إلى ما تريد. حاول أن تسترشد بالعلامات والمواقف التي تتعرض لها، فهذه الدروس البسيطة قد يكون لها تأثير جيد لك عليك في المستقبل. الانفعال والتصرفات الاندفاعية لن تؤتي بثمارها ولن تساعدك على العيش بطريقة صحيحة. توقعات برج الثور للمرأة الخميس 13 مايو. أنت مفعمة بالعواطف والقلق، حاولي شغل ذهنك بأشياء تقلل من توترك ومخاوفك. الحياة فرصة ومرة واحدة فقط، حاولي أن تكوني سعيدة وعيشيها ببساطة. تحدي المواقف والظروف. صحيا، تناولي قطعتين من الشوكولاتة يوميا، حيث يؤكد الخبراء أن الشوكولاتة تبعد عنك فقر الدم وتحسن المزاج. توقعات برج الثور عاطفيا. حافظ على طريقة نقاش جيدة، واعلم أنه من خلال شخصيتك القوية تستطيع إبعاد الهموم العاطفية عن قلبك وجذب شريك الحياة إليك بشكل أكبر، وتحلى بالوفاء لمن تحب. برج الثور مهنيا. لماذا ترى دائما العمل أمامك جبالا؟ عليك القيام بعملك على أكمل وجه، ولا تنظر كثيرا إلى الأمام، ولا تراقب ضوء الوقت ضمن ساعات النهار كي لا تشعر اليوم. توقعات برج الثور صحيا. التغيير والخروج عن الروتين اليومي يساعد في رفع المعنويات والابتعاد عن التوتر والاكتئاب. اذا يجب اعداد برنامج للتنزه خارج المنزل وزيارة الاهل والاصدقاء.